وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم في الحث والحض على حسن الخلق وعلى العفو والصفح وعلى التواضع وعلى مكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية فيها الحث على مكارم الأخلاق، فيها الحض على الفضائل، فيها الدعوة إلى العفو والصفح، فيها التذكير بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن عمل بها كان من الرابحين، من عمل بها استفاد وانتفع، من عمل بها وخالف هوى النفس انتفع وارتفع في المقامات. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا خلق كريم، وهو من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وربنا سبحانه قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الرسول صلى الله عليه وسلم
هو أعلى العالمين رتبة، وهو أفضل المرسلين درجة، ومع ذلك ربنا قال له أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء الذين كانوا قبلك يا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم، لأن الأنبياء من آدم إلى محمد هم في أعلى الرتب، في أعلى الرتب وفي أجل المقامات في حسن الخلق. أولئك الذين هدى الله، أي الذين سبقوك وكانوا قبلك يا محمد، فبهداهم اقتدِ، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأعلى الخلق رتبة، مع ذلك الله أمره أن يقتدي بمن سبقه بالأنبياء. فإن سئلت بماذا أمره أن يقتدي بهم، انتبه هنا للجواب. الله أمر نبيه أن يقتدي بالأنبياء السابقين في حسن الخلق وفي قوة الصبر وفي مكارم الأخلاق وفي العفو والصفح، مع أنه هو أفضل من هؤلاء الأنبياء. وهذا ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا في ذلك، لا، هو لم يكن ضعيفا في هذه الأخلاق، بل هذا فيه الحث لأمته صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بأخلاق الأنبياء وأن يعملوا بسير الأنبياء. فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأنبياء كانوا أقوى من نبينا في الصبر وحسن الخلق وكان ضعيفا هو في ذلك، لا، ليس هذا معنى الآية، والآية لا تعطي هذا المعنى، انتبهوا معي جيدا، بل الآية تعطي الحث والحض على التمسك بأخلاق الأنبياء، وهذا الأمر من الله لنبيه فيه الحث والتوجيه للأمة ليعملوا بذلك، ليعملوا بذلك. الله يكرمكم حج حمدي، تفضل. الله يكرمك. قول أرض حج لو سمحت، تفضل. فإذا الله تعالى أمر نبيه بالاقتداء بأخلاق الأنبياء السابقين، وهذا فيه تعليم للأمة، لا أنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا في ذلك، ولا أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذاك المقام في قوة الصبر وحسن الخلق، لا، بل هو كان بلغ الغاية. وفي هذا تعليم للأمة، فإذا كان الرسول أمر من الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء السابقين، وهذا ليس فيه الاقتداء بهم بما خص به من الأحكام في الشرائع الماضية، لا، إنما هو حث على مكارم الأخلاق وحث على حسن الخلق وعلى التواضع. وكما قلت، الرسول كان بلغ الغاية في ذلك. إذن هذا الأمر
ينبغي علينا أن نتحقق به وأن نعمل لنتخلق بهذه الأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمعوا واحفظوا. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع رفعه الله. فالتواضع من حسن الخلق، والتواضع من شيم الأنبياء، والتواضع من أخلاق الأولياء. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. التواضع يقرب البعيد، والتواضع يسهل الصعب. فالأنبياء لولا أنهم بلغوا الغاية في التواضع كيف دخلوا إلى قلوب الناس؟ وكيف أوصلوا الدعوة إلى قلوب الناس؟ لولا أنهم تواضعوا لأقوامهم كيف كانوا تعلموا منهم؟ فالأنبياء هم أقوى الناس في التواضع وفي حسن الخلق وفي العفو والصفح. فهذه الآية فيها الحث على كل هذه المكارم: خذ العفو، العفو والصفح من أخلاق الأنبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع قدرته على الانتقام يعفو عن من ظلمه، وبسبب هذا العفو أسلم كثير من الكفار ودخل في الإسلام الكثير بسبب أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حكيت لكم في الدرس الماضي عن ما حصل مع السيد أحمد رضي الله عنه مع ذاك اليهودي، وكيف أنه أسلم بسبب تواضع وأخلاق السيد أحمد، وكيف أن هذا الرجل ذهب إلى قومه فحكى لهم ما حصل له مع السيد أحمد فأسلموا، وأسلم ناس معهم بسبب أخلاق وتواضع السيد أحمد. فكيف بأخلاق الأنبياء؟ إذا كان هذا الولي الصالح هكذا، فكيف بأخلاق الأنبياء؟ كيف بأخلاق الرسل؟ هم أقوى في العفو والصفح والتواضع من الأولياء، هم أقوى من الأولياء في ذلك. خذ العفو، وأنت عندما تعفو عن من ظلمك فلا تنتقم منه انتصارا لنفسك، بهذا ترتفع في الدرجات، لأنك إن انتصرت لنفسك وانتقمت لها فهذا الانتصار لمجرد شهوة النفس ليس شيئا حس عليه الشرع، بل الذي حس عليه الشرع هو عدم الانتصار للنفس، هو العفو والصفح. فعندما تعفو وتصفح لله تعالى، تعفو وتصفح عن من ظلمك مع القدرة على الانتقام، بهذا تعلو في الدرجات، تعلو في المقامات، تنتفع بأخذ الحسنات. أما إن انتصرت لنفسك ماذا تحصل؟ إن انتقمت لنفسك ماذا تكون فعلت؟ وأنت مأمور
في الشرع بالأحسن. شرعا أنت مأمور بالأحسن، والأحسن هو العفو والصفح. أليس ربنا سبحانه يقول في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الذي حث عليه الشرع، هذا الذي حث عليه القرآن. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أما إن انتصرت لنفسك فضربت هذا الإنسان الذي ضربك أو شتمك أو أهانك أو سب أهلك أو تعرض لأولادك، إن انتصرت لنفسك ماذا تكون فعلت؟ هل في هذه الشهوة التي هي الانتصار للنفس، هل في تحقيق هذه الشهوة ما يعتبر من الخصال الحميدة العظيمة الجليلة المباركة التي هي مما حس عليه الشرع؟ لا، بل الذي حس عليه الشرع هو العفو والصفح. إذا حصلت هذه الشهوة التي هي الانتصار للنفس، هذه شهوة عند الناس، شهوة أن ينتصر لنفسه، يقول لك ما بدي خلي واحد علي، ما بدي خلي حدا يعلم علي، بيقول لك ما بدي يستوطوا حيطي، بيقول لك ما بدي يخمنوني جبان، بيقول لك ما بدي جرؤن علي، بيقول لك اللي بيقول لي كلمة بيقول له عشرة، بيقول له أنت على خلاف أخلاق الأنبياء، أنت على خلاف أخلاق الأنبياء، فاعرف نفسك. اسمع، نوح عليه الصلاة والسلام من حيث البنية، من حيث الجثة، كان ثابتا قويا جريئا شجاعا، لم يكن رعديدا ولا كان جبانا، بل كان عليه الصلاة والسلام في قوته وقوة صبره وتحمله أن صبر على قومه 1,050 سنة يدعوهم إلى الإسلام، وبنى تلك السفينة، وبنى تلك السفينة فلم يكن ركيكا جبانا حاشاه، بل كان جريئا شجاعا، مع ذلك كان يضرب، يضرب حتى يغمى عليه فيظنونه قد مات، فيحمل، يحمل، يوضع أمام بيته، يضعونه أمام داره، ثم ينصرفون إلى أعمالهم كأنهم ما فعلوا شيئا بزعمهم. فإذا أفاق عليه الصلاة والسلام عاود الإحسان إليهم، لأنهم عندما ضربوه، تعرفون لماذا كان هذا الضرب؟ لإحسانه إليهم. يعني هو حاشاه ما أساء إليهم، بل ضرب حتى أغمي عليه لأنه كان يحسن إليهم. تعرفوا شو كان عم يعمل معهم سيدنا نوح؟ بده يخلصهم من الكفر لينجوا من العذاب المؤبد في جهنم، يعني يريد لهم الجنة، يريد لهم السعادة الأبدية. وأي إحسان هذا؟ بده إياهم أسلموا، يريدهم أن يسلموا، أن يدخلوا في الإسلام، أن يتركوا الكفر، ليخلصوا من الخلود المؤبد في العذاب. هذا إحسان أو منه إحسان؟ إحسان. وأي إحسان؟ وأي
يعني كان يحسن إليهم، كيف قابلوه؟ بالضرب، بالضرب، بالتكذيب، بالإهانة، بالشتم. كان يضرب بالحجر أو بالعصا إلى أن تبلغ أحيانا إلى عظامه، إلى عظامه. كان عليه الصلاة والسلام مرة في السجود كان ساجدا لربه متضرعا متذللا لخالقه. اسمعوا ما الذي حصل. مرة أحد الكفار يحمل حفيده على كتفه، فقال الجد للحفيد: يا بني احذر هذا الشيخ الساجد، هكذا أوصاني آبائي عن آبائهم، والعياذ بالله. كانوا يتهمونه بالجنون، يتهمونه بالجنون، كانوا يؤذونه، حتى وصل بهم الكفر، الكفر في التحذير منه، لأن يوصي بعضهم بعضا للتحذير منه، وهذا كفر. الطعن في النبي والتحذير من النبي كفر. اسمعوا ماذا قال الحفيد: ولماذا تتركونه؟ قال: وماذا كنا نفعل به؟ قال: أنزلني حتى ترى. فأنزله عن كتفه، يعني الجد أنزل الحفيد، فانطلق إلى حجر فحمله وأهوى به على رأس نوح وهو في السجود، وهو في السجود. انظروا إلى شدة الإساءة منهم له، وإلى عظيم الإحسان منه لهم. فماذا قال العلماء؟ اسمعوا هذه القاعدة واحفظوها: إن من المقرر في الشريعة الإسلامية أن ثواب، ثواب الإحسان لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. لماذا؟ نفسك تستسهل أن تحسن لمن يحسن إليها، هذا الأمر النفس لا تراه صعبا. إذا كان واحد يحسن إليك، يكرمك، يحبك، يحترمك، يقدرك، يبجلك، نفسك ما بتميل له بحسب العادة؟ أليس الناس يقولون: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها؟ إذا هذا الذي يحسن إليك دائما، أنت إن أحسنت إليه هل ترى في ذلك مشقة؟ لا، بل تستسهل أن تحسن لمن يحسن إليه. لكن أين المشقة على النفس؟ وأين مخالفة هوى النفس؟ وأين محاربة النفس؟ في أن تحسن لمن يسيء إليك، لأن هذا الذي يسيء إليك نفسك تكرهه، نفسك تبغضه، نفسك تنفر منه، نفسك لا تميل إليه. طيب لما بتجي أنت بدك تحسن إليه وكل هالعوامل عند نفسك عليه، بغض وكره ونفور، بدك تحسن إليه، ما بدها مجاهدة نفس؟ ما بدها مخالفة هوى النفس؟ ما بدها قهر النفس لتحسن لمن أساء إليك؟ اسمعوا ماذا قال العلماء: إن من المقرر في الشريعة الإسلامية أن ثواب الإحسان لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك، لأن هذا فيه مع الإحسان كسر نفس لوجه الله، لأن هذا فيه كسر نفس لوجه الله. أنت تخالف نفسك وهواك لأجل أن تحسن لمن أساء إليك، لأجل أن تحسن لمن أساء إليك. واسمعوا يا إخواني،
اسمعوا يا أحبابي، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. كظم الغيظ، أنت لما عم تحسن لمن أساء إليك وتعفو عن من أساء إليك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وترد الحسنة بأحسن وترد السيئة بالحسنة، أي خير وأي نعمة حزتها وأي فضل حصلته لتكون كاظما لغيظك. أما مجرد الصراخ، مجرد الضرب والسب والشتم، كل أحد من الناس في العادة يقدر عليه، لكن من البطل الذي يكظم الغيظ؟ من البطل الذي يعفو؟ من البطل الذي يصفح؟ من البطل الذي يؤدب نفسه ويهذب نفسه؟ يؤدب نفسك، نفسي هي اللي بدها تأديب وتهذيب، بدنا نغلبها، بدنا نخالفها، مش نعطيها شهوتها في الانتقام، مش نعطيها شهوتها في الاستعلاء على الناس، مش نعطيها شهوتها في الانتصار، بل الذي يغلب نفسه هو البطل، الذي يقهر نفسه هو البطل. أما إن أعطيت نفسك هواها، إن اتبعت هواها، فاسمع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم. الهوى في لغة العرب، هذه الكلمة كلمة الهوى لها عدة معاني في لغة العرب. هنا في هذا الموضع وفي المواضع التي ذكرت في القرآن وفي الحديث بالذم، معنى الهوى في هذه المواضع أي ما يخالف الشرع، مما تميل إليه النفس وهو مذموم خبيث وهو قبيح أو هو محرم. ما تميل إليه النفس مما هو مذموم شرعا، الهوى في هذا الموضع أي ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. الهوى يعمي، شو يعني يعمي؟ عن رؤية الحق حقا. بتشوف الإنسان بصره سليم قوي، لا يشكو من ضعف في بصره، ربما رأى الأشياء الصغيرة من مسافات بعيدة، لكن قلبه أعمى، لكن قلبه أعمى. الهوى يعمي، شو يعني يعمي؟ عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. بتشوفوا لو قرأت له وذكرت له عدد من الآيات والأحاديث ما بيتأثر، لو رأى المواعظ لا يتعظ، لو رأى الأموات والقبور نفسه لا تحجم عن أمور الدنيا ولا عن اللهو ولا عن السهو ولا عن المعاصي. ليش؟ لأنه قلبه قسى، قلبه قسى، قلبه اسود، قلبه لا يتعظ، قلبه لا يتأثر. ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، يعني كما هو مطلوب.
بيسمع الآية بس ما بيتأثر، بيسمع الحديث بس قلبه ما بيتحرك، لا يحاسب نفسه. الهوى يعمي عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. كثير من الناس دينته صحيحة وسمعه قوي، لكن قلبه أعمى، قلبه كالحجر، قلبه لا يتعظ، فبدل ما تفوت الموعظة من الأذن فتؤثر في القلب كأنه من حيث المعنى كأنها تدخل من هنا وتخرج من هنا، يعني ما بيتأثر، لا يتعظ. لذلك العاقل هو الذي يمنع نفسه عن هواها. واسمعوا يا إخواني، من يريد أن يحفظ نفسه وأن يكرمها فعليه بإماتتها. كيف؟ كيف تميت نفسك بمخالفة هواها؟ الأولياء الصلحاء أهل الإرشاد في الماضي كانوا يقولون للمريد، يعني الشيخ المسلك يقول للمريد: دع نفسك وتعال، دع نفسك وتعال. اليوم بعض الدشاشلة شو بيقولوا للمريد؟ دع عقلك وتعال. شوفوا الفرق قدي كبير. الشيخ المرشد المسلك الصالح ماذا يقول للمريد؟ دع نفسك وتعال، يعني لا تلتفت إلى حظ نفسك ولا إلى هواك، عليك بمخالفة الهوى. أحد الصلحاء، أحد الأولياء الذين وصلوا إلى مراتب عالية في المقامات والكرامات، الله سخر له أمورا عديدة في خرق العادات، وكان له صديق من الأولياء جاء مرة إليه لزيارته، فرآه في حالة فيها ما يدعو إلى العجب من ظهور الكرامة وخرق العادة. الله حفظه في الهواء من أن يقع. صاحبه قال له: بما بلغت هذه الرتبة؟ قال: بمخالفة الهوى، بمخالفة الهوى. والرسول يقول: الهوى يعمي ويصم. إذن علينا أن نشتغل على حسن الخلق، على التواضع، على العفو والصفح والإحسان لمن أساء إلينا، الإحسان لمن أساء إلينا، ورد الحسنة بأحسن، ورد الحسنة بأحسن. يعني انتبه معي، ما بتقول أنا بس يلي بيعمل معي منيح بعمل معه منيح، لا، هذا ليس من أخلاق الكاملين. أليس حكينا لكم عن ما فعل نوح مع قومه؟ لا كانوا يضربوه حتى يغمى عليه، مع ذلك يعاود الخروج إليهم ويحسن إليهم. بعدما يغمى عليه من شدة ضربهم له، إذا أفاق يعاود الإحسان إليهم، ما يقول إنه هن ضربوني أنا ما بدي أحسن إليهم، لا يقول، بل يبقى يحسن إليهم. ولو نظرتم في سيرة كل الأنبياء هذا حالهم وهذا دأبهم، هذا حالهم وهذا دأبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس عندما عاد إلى مكة فاتحا منتصرا بجيش جرار، وكانوا في مكة يؤذونه وقتلوا من قتلوا من أصحابه وأخرجوه من مكة، وقال عند خروجه منها: إنني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله
ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أليس آذوه وطعنوا فيه وقالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون؟ أليس اتهموا والعياذ بالله تعالى أهله بالفاحشة؟ أليس كادوا لدعوته وتآمروا على قتله؟ حتى كانت الهجرة الأولى من الصحابة إلى الحبشة، وبعد ذلك هاجر النبي من مكة إلى المدينة بأمر من الله، ليس هربا من الكفار، ليس جبنا، إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجوه من مكة. تخيلوا أنتم كل هالشيء اللي عملوه معه، كل هالشيء اللي عملوه مع أصحابه وكادوا له وأرادوا قتله وتآمروا على قتله، كيف عاملهم؟ بالعفو والصفح. جاء إلى مكة بجيش جرار، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، حاصر مكة من جهاتها الأربع ودخلها بجيشه العظيم، جيش الفتح، جيش الإسلام. ماذا قال لهم الرسول؟ وقد فزعوا وخافوا وارتبكوا واختبأوا ودخلوا إلى بيوتهم وأغلقوا على أنفسهم الأبواب. ماذا قال لهم الرسول؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ صاروا تحت سيوفه، صاروا تحت قبضته، صاروا تحت قوة جيشه وعسكره. لاحظوا، النبي في موقع القوة، النبي في موقع السلطة، كيف عاملهم؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم مع المقدرة على ذبحهم وقتلهم وحرقهم، مع المقدرة على نفيهم أو سجنهم، مع المقدرة على أن يفعل بهم ما يريد، صار هو في موقع السلطة، مع ذلك عفى عنهم. شو كانت النتيجة؟ أن أسلم الكثير منهم ودخلوا في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح، كملوا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم الإسلام، وما أعظم أخلاق الأنبياء والأولياء. نرجع إلى الآية، خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. الأمر بالعرف هو من عمل الأنبياء والأولياء والصلحاء، هذا من جملة عمل الكبار، الكبار الأنبياء والأولياء الصلحاء. ما معنى العرف؟ وأمر بالعرف، خذ العفو، تكلمنا عن العفو، خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هو المعروف، والمعروف كل ما حسنه الشرع من قول أو اعتقاد أو عمل، كل شيء حسنه الشرع، رغب به الشرع، أمر به الشرع، شو اسمه؟ معروف. مش بس التصدق على الفقراء، هذا من المعروف، هذا معروف من جملة المعروف. مش بس الإحسان للأيتام، مش بس قراءة القرآن، مش بس صلة الرحم، كل عمل طاعة، كل عمل خير، كل عمل حث عليه الإسلام، كل عمل
أمر به القرآن فهو من العرف أي من المعروف، فهو من المعروف يعني هذا العمل حث عليه الإسلام فهو معروف، فهو خير، فيه أجر، فيه ثواب، فيه بركة. وأمر بالعرف، إذن الأمر بالمعروف ينبغي أن لا يفقد بيننا، وينبغي أن لا ننام عنه. الأمر بالمعروف ينبغي أن يقوى، الأمر بالمعروف ينبغي أن يزداد، الأمر بالمعروف ينبغي أن ينتشر، الأمر بالمعروف ليس خاصا بالمشايخ، ليس خاصا بالقضاة، ليس خاصا بالمفاتي، ليس خاصا بالأئمة، ليس خاصا بالعلماء. اسمع لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة لها صفات حسنة كثيرة جدا، لكن في هذه الآية بأي الصفات ذكرها الله ومدحها عليها؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان هو الأصل، الإيمان هو الأساس. إذا أنت بتشوف واحد كافر تجي تحسن إليه، تتواضع معه ليقبل منك الحق، ليقبل منك الحق، يكون لك أجر وثواب. اسمع: فإن أسلم بسببك، فإن دخل في الإسلام على يديك، أي خير لك؟ احفظوا هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. هذا الحديث رواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. قال العلماء: حتى لو كان الكافر الذي أسلم على يديك مرتدا، يعني ما شرط بس يكون كافر أصلي حتى يكون لك هذا الخير، لو كنت سبب أنت بإسلام المرتد، كنت سببا في إرجاع المرتد إلى الإسلام، يكون لك هذه البشرى: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. فإن أدخلت الكافر الأصلي في الإسلام أو أدخلت المرتد في الإسلام لك هذه البشرى. واليوم في الشوارع، في الطرقات، في بعض الأماكن العامة، في التلفزيونات، نسمع من الناس الكفر والعياذ بالله، نسمع من بعض الناس يتفننون بالكفر في الشوارع، في الطرقات، عند اللعب وعند المشاكل أحيانا يحصل الكفر من بعض الناس. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ اسمعوا، قال ربنا عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اسمع إلى قول الله تعالى في سورة النساء الأولى، في سورة البقرة التي سأذكرها الآن، في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. واسمع إلى قول الله في سورة التوبة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. فمسبة الله
والعياذ بالله مسبة الرسول، مسبة الأنبياء، الملائكة، القرآن، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، الكعبة، أو الاعتراض على الله، أو الاستغفار بأحكام الشريعة الإسلامية، أو تعظيم الكفر، استحسان الكفر، مدح الكفر. بتقول لي في حدا بيمدح الكفر؟ بقول لك ايه كتار يلي بيطلعوا بالتلفزيونات وبالمحاضرات وبالمؤتمرات، كذابين، منافقين، دجالين، الشياطين، يقولون مداهنة للكفار لا فرق بين دين ودين. هون ما مدحوا الكفر؟ بلى. لما بيقول لك ما في فرق بين مسلم وغير مسلم في الدين، يكون كذب الله والقرآن أم لا؟ بلى. الله يقول، الله يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. كيف عزعهم بيقولوا ما في فرق بين مسلم وغير مسلم في الدين، أو بعضهم يقول كل الأديان سواء، أو بعضهم مثل هذا الخبيث الذي عمل برنامجا للأطفال واستنطقهم بالكفر وجرهم للكفر وقال مش المهم الدين، المهم الإنسانية والأخلاق. والله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. والله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله يقول: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: كفوا، انتهوا، امتنعوا، توقفوا، كفوا عن الافتخار بهؤلاء، يعني المشركين والكفار، الذين إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير منهم. الجعل في الضيع، في القرى، حفرة الخلاء، يكون في حولها أحيانا حشرات صغيرة سوداء مستديرة، الخنفساء. هيدي في الصيف تجمع الغائط، القذر، البراز، فتسوقه بأنفها إلى وكرها تتقوته في الشتاء. شوفوا ما لتعبير دقيق: إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. هذا حديث الرسول. الله يقول: أولئك هم شر البرية. الله يقول: إن شر الدواب عند الله مين؟ الذين كفروا فهم لا يؤمنون. آيات كثيرة. بيجي واحد وضيع بيقول لك مش المهم الدين، بيجي واحد وضيع بيقول لك كل الأديان سواء. لو كان هكذا كان الله ترك الناس وما هم عليه، لا بعث الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق النار بزعمهم. لكن ماذا قال ربنا؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالذي يستحسن الكفر، يمدح الكفر، يثني على الكفر، لا يرى فرقا بين دين ودين، لا يرى فرقا بين مسلم وغير مسلم في الدين، هذا مكذب لرب العالمين، مكذب للأنبياء والرسل، مكذب للقرآن. كذلك الذي يشبه الله بخلقه، الذي يعتقد أن الله ضوء، جسم، شكل، حجم، صورة، كيفية، كمية،
قاعد جالس متحرك ساكن متصل منفصل متغير متطور متبدل أو يتكلم بحرف وصوت ولغة، هذا من مسلم؟ الله يقول ليس كمثله شيء. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. فالذي يشبه الله بخلقه ولو بصفة واحدة فليس من المسلمين. ليس من المسلمين الذي يعتقد أن الله في مكان واحد أو في كل مكان، هذا ليس من المسلمين، لأنه جعل الله محتاجا. كل شيء كل شيء له مكان فهو محتاج لغيره. الهواء له مكان، الضوء له مكان، والظلمة لها مكان، والإنسان له مكان، والجبل له مكان، والشمس لها مكان، والقمر له مكان، والنجوم لها مكان، وكل في فلك إذن لها مكان. وكل شيء عنده بمقدار، فكل ما كان له حجم وكل ما كان له مكان هو مخلوق، هو مخلوق، هو محتاج إلى غيره، وهذا مستحيل على الله. إذا وجب الاعتقاد بأن الله ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم، وأن الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. شو حفظت بالدرس الماضي أو الذي قبله؟ قال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. حافظين الأسطر الأربعة؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن كفر مازحا كان أو غاضبا خرج من الإسلام. كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. إذا خذ العفو وأمر بالعرف، فإن هيت عن الكفر وأسلم هذا الكافر الأصلي أو المرتد بسببك كان لك هذه البشرى: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. إذا الآية بقي فيها فوائد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف سنكمل في شرحها في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.